كندا معاك القصة، وانت ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة كتعرض. عاود لي على المرة الأولى والثانية. واه بسمح مرحيم، اش نقول لك اختي، المرة الأولى كانت مع الوداد، ضربت البيت الجمهور هرب في الخيبة التالي، كرة ممتازة جدا لدى حافيني، حافيني يسدد الهدف. المرة الثانية جمهور ديال فاس غير ماركيت البيت مشاو في حالاته. طبعا المباراة المؤجلة، والحافيني يهرب، الحافيني يهرب، شد الحافيني، الحافيني جول، الحافيني جول. والمرة الثالثة البارح مع تطوان، عصام الراقي يرجع داخل المنطقة، فرصة فرصة جول. ماركيت البيت جمهور مشاد داك يخرجوا احشومه، هذا شي تعامل عنصري في حقي، وكنطالب من الجامعه ترجع لي حقي وشكرا. تابعوا الإعادة، أكثر بأن الصورة توضح. إذن ركلة جزاء يشير الحكم لفائدة فريق الوداد الرياضي، بان بأنه كان هناك مسك على مستوى اليد اليمنى، لكن نحاول ما نعطيش قرار نهائي هذه فرصة. It's been a long day without you my friend. And I'll tell you all about it when I see you. Oh, again. We've come a long way from where we began. بغيتينا الحاجة أنا المارك، هادشي ليك، هادشي اللي بان ليا. Ha 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 ha.